أهلا بكم إلى برنامج ما تبقى وفي قصص الليلة. الصندوق الأسود للكيماوي والأسلحة سامة قتيلا، عدة روايات لاستهداف عزيز أسبير. تنظيم الدولة يعدم أول رهينة في السويداء، وفصائل المدينة تقرر مواجهته عسكريا. وفيما تبقى أيضا، بعد وعوده بإصلاحات في قانون القومية اليهودية، نتنياهو يتراجع ويواجه الدروز. أهلا بكم. أربع أو خمس روايات على الأقل انتهت جميعها بأن الرجل قتل، لكنها اختلفت فيما بينها على طريقة مقتل رجل الظل الكيماوي المعروف بالدكتور عزيز أسبرة في ريف حماة على الطريق الدولي بين حماة ومصياف. انتهى الرجل نهاية غامضة تشبه الغموض الذي كان يحيط به في حياته. هو الرجل الوحيد تقريبا الذي استطاع التوفيق ما بين النظام والإيرانيين وجماعات من كوريا الشمالية أيضا خلال عمله. سرية تسمى بأبي عمارة تبنت العملية. النظام اتهم إسرائيل، قناة العالم الإيرانية تحدثت عن عبوة ناسفة، أما قناة روسيا اليوم ذهبت مباشرة إلى لب الموضوع وقالت إن عزيز أسبير هو الأب الروحي لملف الكيماوي في النظام. فهل تسبب ذلك بمقتله؟ فعليا هناك أسئلة كثيرة تطرح حول مقتل هذا الرجل. كيف قتل عزيز أسبير؟ وما الظروف التي أنهت حياة مدير مركز البحوث العلمية في سوريا؟ طبعا يعني حول هذا الموضوع يعني قررنا أن نأخذكم في جولة تفاعلية مع هذه الخريطة. هنا على هذا الطريق الدولي الذي يربط حماة المدينة مع مصياف تمت العملية، وهي منطقة محصنة للغاية بالمناسبة لكثير من الأسباب، أهمها وجود قواعد عسكرية تابعة للنظام إضافة إلى أخرى تابعة لجيش التحرير الفلسطيني. هنا على هذا الطريق الدولي
تنتشر ميليشيات محلية أيضا من القرى الموالية مسلحة بشكل جيد، فضلا على أن الوصول لهذا الطريق مستحيل بالنسبة لقادة فصائل المعارضة التي تبنت العملية المتواجدة هنا في شمال محافظة حماة. على كل حال، المزيد في سياق هذا العرض. كيف وصلت سرية أبو عمار التي تبنت عملية اغتيال عزيز إسبير إلى الموقع؟ جغرافياً يعتبر موقع الاستهداف محصناً للغاية من الناحيتين العسكرية والأمنية، فالمنطقة ومنذ آذار 2011 خضعت لنشر حراسة مشددة في محيطها وعلى امتداد الطريق الدولي الذي يصل مدينة حماة بمصياف. تنتشر في تلك المنطقة عدة نقاط عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في حكومة النظام، وهناك نقطة أخرى لجيش التحرير الفلسطيني، بالإضافة لمعسكري دير شميل والشيخ غضبان الذي يعرف محلياً بمعسكر الطلائع. مركز البحوث العلمية الذي لطالما ارتبط اسمه بإنتاج الغازات السامة والأسلحة الكيميائية والعقوبات الغربية منذ 2011. بالنسبة لمركز مصياف في ريف حماة، فإنه تورط بإنتاج مواد سامة وفقا للولايات المتحدة الأمريكية، ولأجل ذلك طالته العقوبات والغارات، يقول النظام وهي رواية أحادية الجانب. إن إسرائيل استهدفت المركز مرتين، بينما تل أبيب لم تكشف عن معلومات مثل هذه المعلومات. العرض التالي يتوسع أكثر في معلوماته عن المركز وعن القائمين عليه، فلنتابع. إلى ملف آخر، وبتسجيل مصور على مواقع تابعة لتنظيم الدولة، تعلن جماعة البغدادي إعدام أول رهينة من مختطفي السويداء لعدم التوصل لاتفاق مع ممثلي المدينة. مهند ذوقان من قرية الشبكي بريف السويداء طالب جامعي قضى على يد التنظيم في التسجيل المصور، لكن غير مهند هناك نحو 35 مختطفاً لدى التنظيم بينهم نساء وأطفال. يطالب التنظيم بشروط توصف بالصعبة لإخراج الرهائن، وما زال الملف عالقا.
في الأثناء وخلال هذه الموجة قدمت روسيا مقترحا للتشكيلات المقاتلة في السويداء بهدف المشاركة في العمليات ضد تنظيم الدولة في ريف المحافظة الشرقية. صحيفة عن بلدي نقلت عن مصادر لها أن المفاوضات ستذهب إلى خيارين، إما الموافقة على مشاركة التشكيلات شرط انسحاب قوات الأسد بعد انتهاء المعارك، أو تشكيل تحالف دولي بالتعاون مع ميليشيات درزية في المنطقة. الجدير بالذكر أن مجموعات التسوية في درعا قد التحقت مع النظام للقتال ضد التنظيم في تلك المنطقة منذ صباح اليوم. إلى ملفنا الثالث، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قانون يهودية إسرائيل يهدف لمنع دخول الفلسطينيين إليها، معتبرا أنه يضمن مستقبلها كدولة خاصة لليهود. خليط من التطرف والعنصرية والتشدد في الحديث كما اتهمه الشعب الفلسطيني، خصوصا عندما ادعى نتنياهو أن إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي وأنها دولة يهودية وديمقراطية. في 19 من تموز الماضي أقر الكنيست قانون الدولة اليهودية القومية الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها هو حصري فقط للشعب اليهودي، ذلك وفق ما أقره الكنيست قبل فترة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق اجتمع مبكرا مع ممثلي الطائفة الدرزية التي أعربت بدورها عن غضبها إزاء قانون القومية في محاولة لضمان ولائهم وكسبهم إلى صف القرار. وسائل أعلام إسرائيلية قالت إن الاجتماع بحث وثيقة مبادئ لحل خلافات حول قانون القومية الذي أثار غضبا في الداخل والخارج، لكن المشاركين الدروز وصفوا إسرائيل بالدولة العنصرية وهو ما أثار حفيظة نتنياهو. نهض نتنياهو من اللقاء منزعجا فيما لوح الدروز بالخروج من الخدمة في الجيش. Ask us to consider it ourselves. We consider it ourselves as Israeli Druze. Today, نحن نعتبر أنفسنا دروزا إسرائيليين. القانون الجديد يحمل اسم اليهودية ونحن لسنا يهودا. نحن نطالب الحكومة وجميع أعضاء الكنيست لإلغاء هذا القانون وليس تعديله. نحن هنا اليوم لنرسل رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية، لن نقبل بشيء أقل من الحقوق المتساوية كمواطنين إسرائيليين. تؤثر وتتأثر، هكذا أصبحت تركيا بالنسبة للشمال السوري ليس عسكريا فحسب، بل وصل الأمر إلى المال والأعمال والاقتصاد. فبوتيرة متسارعة تواصل الليرة التركية هبوطها أمام الدولار، وهذا ما انعكس سلبا على اقتصاد المناطق المحررة في الشمال السوري. كيف ولماذا وبأي طريقة؟ أسئلة أجاب عليها الزميل وائل عادل في قصتنا من الشمال السوري وتحديدا من ريف حلب الشمالي. انخفاض قيمة الليرة التركية وهبوطها المتسارع أمام الدولار أثر على اقتصاد السوق في الشمال السوري، على الرغم من أن التعامل اليومي هنا يجري بالليرة السورية والتي انخفضت قيمتها أيضا مقابل الدولار خلال السنوات السبع الماضية قرابة 100 ضعف، غير أن معظم المواد المستوردة هنا تأتي من تركيا، الغذائية والصناعية ومواد البناء وحتى بعض أنواع الخضار والفاكهة. فلا معابر تربط المنطقة تجارياً إلا بتركيا، وبعض المعابر مع مناطق النظام وإن وجدت فهي أكثر تكلفة من التركية في ظل عدم قدرة النظام على تحديد كلفة الأداوات التي تفرضها حواجزه العشوائية كما يقول التجار هنا. التاجر اللي كان يجيب البضاعة مثلاً ب100,000 دولار أو ب100,000 تركي يجيب على منطقتنا، ما عادت تجيب له القيمة نفسها اللي جاب فيها هو رأس ماله، يعني انخفضت القيمة الشرائية لبضاعته مقابل العملات الثانية. وباعتبار نحن في المنطقة نتعامل بثلاث عملات أساسية هي الدولار السوري التركي.
الأساسي. إذن هي سوق مفتوحة تمشي فيها الليرة السورية والتركية والدولار، ولكن اقتصاد غير مضبوط ودون إدارة، فهنا تطبق ضرائب ورسوم، وفي مدينة أخرى قد لا تطبق نفس الضرائب والرسوم. رسوم رمزية لقاء إيصال المياه للبيوت مرتين كل أسبوع هي كل ما يتقاضاه المجلس المحلي من السكان في مارع، فلا ضرائب أو رسوم تفرض على السكان هنا، غير أنها موجودة في مدن أخرى مجاورة أكثر ازدحاماً وعمراناً. لا، حالياً بالوقت الحالي ما في ضرائب، ولكن في عبارة أنه أنا إذا بدي أقوم بإعمار بناء ولا بيت أو محل تجاري رسم ترخيص فقط لا غير، ورسم ترخيص مخفض بالنسبة يعني لظروفنا الحالية. مئات الموظفين الذين يتقاضون أجورهم بالليرة التركية هم المتأثر الأكبر بانخفاض قيمتها والمؤثر الأكبر على حركة السوق، باعتبار موظفي مناطق النظام المتقاعدين والذين لا يزال بعضهم يحصل على راتبه بالليرة السورية بطريقة أو بأخرى لا تأثير لهم أو عليهم بسبب ضآلة المبالغ التي يتقاضونها بالأصل. يعني الموظف كان يأخذ 100 ليرة صار يأخذ أقل بهالنسبة، أثر على شغلنا. يعني كان يأخذ 10 سندويشات صفى صار يأخذ 5 سندويشات. خريطة اقتصادية معقدة لمن لا يعرف تفاصيلها، فلا خطوط تجارية بحرية ولا جوية ترفد المنطقة، والمعابر البرية هي كل ما تعتاش عليه السوق الناشئة هنا، تجارة وصناعة دون خطوط واضحة بعد. يتأثر سوقها المفتوح بهبوط قيمة الليرتين التركية والسورية كل على حدة. وائل عادل، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي. محمد حامدي 18 عاما من مدينة بنش في محافظة إدلب، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة إلا أنه حقق نجاحا لافتا ومبهرا أيضا بتحصيلها العلامة التامة في الثانوية العامة بالفرع العلمية. التقيناه، ومع قصته نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لختام حلقة اليوم من برنامج ما تبقى. موعدنا يتجدد غدا 9 مساء بتوقيت دمشق. لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء. أنا محمد أسامة حامدي ابن مدينة بنش، حاصل على الدرجة 240 في البكالوريا العلمية. والله الفضل لله والحمد له، وتفضل أساتذتنا الكرام ودعمهم، دعم أهلي ودعم أصدقائي في الأحبابي، وفضل الله كمان دائما. أحيانا أدرس من 4 لـ5 ساعات في النهار، أحيانا تجي الأيام 10 هي من الفحوصات والمذاكرات بحسب الوقت كتنظيم وقت. اجي مثلا اذا عندي دوره بخفف مثلا من الدراسي بحيث حتى ما اتعب، وقت احس حالي مرتاح ارجع كتم الدراسي ولحي للدروس اللي تجيني ودروس المراجعه حتى دائما يكون عندي قدره اني اتابع. بدعمه إن شاء الله كماديا ومعنويا وكل شيء، بدعمه أنه يطلع ويأمن مستقبله ونظامه مثله مثل حي الله شاب طموحه ومتأمل أنه يطلع أحسن دكتور إن شاء الله. إن شاء الله يصير طبيب نعالج المرضى إن شاء الله، والشعب اللي عنا السعودي.